عاينة حكيم. اليوم بمعاينة حكيم رح نحكي أكثر عن الأمراض والقريب يلي بيرافق قدوم فصل الخريف، شو أسبابه. رح نتعرف أكثر مع دكتور عبد الحنان الجوجة، مسؤول الرعاية الصحية بالرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما. صباح الخير دكتور عبد. صباح النور، حياك يا الله، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزانا. بداية دكتور، إذا بدي أسألك، شو هي أسباب أنه بتزيد النوبات أمراض الصدر والقريب أول الخريف؟ هلا مثل ما تفضلتي، في فعلا ملاحظه انه اكثر الامراض هذه تزداد نسبتها، ويزداد شك والناس انه والله قربت او رشحت او صار عندي نزله صدريه. الاسباب عديده، رقم واحد قدوم البرد المفاجئ غالبا، اللي بيكون يعني الناس نايم هيئه نفسها له من ناحيه تدفي او من ناحيه اللباس، فبكون متعود واحد على جو الصيف المكيف والمراوح وغيره، والنوم مثلا بمناطق مكشوفة. فالعامل الأول هو الطقس البرد. العامل الثاني فعلا له علاقة بالمسببات المرضية، بتجي هجمات من الجوائح اللي غالبا منشأ فيروسي، وقد يكون أحيانا جرثومي أو أنواع أخرى، لكن غالب الحالات فيروسية، واللي على رأسها طبعا فيروسات الجريب أو الرشح اللي نسميه كومن كولد، اللي هو الرشح العام، والأثقل أو الأسوأ منه ما يسمى بالإنفلونزا، واللي هي شكل متقدم من أشكال الجريب، يوصل للرئتين وللعظم وللجيوب، وينتشر بيعمل مضاعفات حتى قد تصل للوفاة بالحالات يعني اللي بتصيب كبار السن أو الحوامل أو الناس اللي عندهم ضعف مناعة لسبب آخر. نعم. منحس دكتور أنه كل موسم أو كل هيك تغير طقس له أمراضه المعينة، شو دور تغيرات الطقس ببعض الأمراض؟ تماما، الموضوع له علاقة بال يعني بالتغير الفصلي مثل ما تفضلتي. مثلا أمراض الصدر تزداد بالخريف، أمراض الإسهالات والأمراض المعوية والأمراض لها علاقة بالجراثيم اللي بتنتشر عن طريق الملوثات غالبا بتجي صيفية. أمراض التحسس مثلا، اللي هو يعني التهاب الأنف التحسسي والتهاب القصبات والربو، غالبا إلى تواتر ربيعي أو خريفي. وفي أمراض ذوات الرئة والحالات الشديدة من الإنتانات اللي يعني بتصيب كبار السن بتكون شتاء. ففي أمراض كثيرة فعلا إلى هذا التوزع الفصلي. وحتى نحن موضوع الربو منقسمه لنوع شديد الخطورة بغطي السنة كلها، هذا شيء نسمي بريميال سنوي، وفي نوع سيزنال فصلي بيجي بفصلي الربيع والخريف، هو بيجي عادة أخف. إذا مثل ما تفضلتي هناك علاقة واضحة، وبالتالي مننبه المرضى اللي عنده هذا التوزع الفصلي لازم يأخذ احتياطاته مثلا عند قدوم يعني البرد أو عند قدوم فصل معين، إن كان الربيع بالنسبة لمرضى التحسس إنه يأخذ احتياطاته، ما يعرض حاله للمحسسات، ويعمل مثلا نوع من يعني التأقلم باللباس بجو البيت كذا بجو العمل، بحيث إنه يكون أثر المرض عليه قليل. نعم دكتور، إذا بدي أسألك إنه شو هي العلاقة بين الأمراض التحسسية والطقس، يعني ليش تحديدا هي الأمراض هيك بتظهر بشكل أوضح من غيرها؟ هلأ الأمر له علاقة يعني بما ينتشر بالبيئة من ملوثات. عمليا أي حالة تحسس إلى أسباب بتحرض النوبة التحسسية، سواء هذا السبب مثل ما ذكرنا فيروسي أو جرثومي. في كثير من حالات التحسس تجي بعد إنتان فيروسي، فبتلاقي لي مرضى بقول لك أنا عندي حالة ربو بتجيني فقط بعد لما بصير عندي التهاب قصبات أو جيوب، لما بصير هالإنتانات الفيروسية بصير عندنا تحريض للآلية التحسسية، في منا انتشار مثلا بالربيع غبار الطلع، في منا بالخريف تعرفي تساقط الأوراق والأشجار والغبار تزداد شوي بعض الملوثات. لذلك فعلا في علاقة واضحة بين أمراض التحسس والطقس اللي غالبا تنتشر بفصلي الربيع والخريف، بينما بالصيف نشوفها أقل، وبالشتاء ايضا بعد ما يصير الامطار وبعد ما يعني تغيب الملوثات ويغيب يعني انواع كثيره مثلا من يعني من غبار الطلع وغيره ما تكون موجوده بالشتاء بنشوفها اقل. اذا هذا هي العلاقه موجوده، وبتزيد الحاجه انه مرضاتنا اللي عندهم هذا التوزع الفصلي ياخذوا احتياطات اكثر ويعملوا وقايه، وحتى بعضهم ممكن ياخذ بعض الادويه الوقائيه وليس فقط يعني تغيير عادات او تجنب البرد. نعم، من هون من اللي عم تقوله دكتور رح ننتقل معك لاساليب الوقايه اذا كانت موجوده، شو ممكن تكون، وشو رايك بهي اللي يعني الابر اللي بياخذوها تحديدا بهذا الموسم مشان الرشح او الانفلونزا، انت بتنصح فيها؟ اللي ذكرتيه صحيح. ذكرت أنا موضوع الوقاية يعني هو من موضوع اللباس وموضوع يعني تهيئة جو المنزل أو جو العمل، أنه يكون في أقل محسسات، واللباس مثلا يكون مناسب للفصل، وخاصة اللي بيطلع عمل ممكن أحيانا تطلعي أول نهار يكون الجو حار،
فإذا بتعرفي إنه رح تبقي بمكان يعني مكشوف أو بعيد أو كذا فترة طويلة، يمكن الواحد يأخذ اللباس اللي أكثر دفئاً. الأماكن اللي يعني تنتشر فيها الغبار، بنتشر فيها مثلا الناس اللي عندهم عمل يعني بالأصل بيئة ملوثة، بدهم يأخذوا احتياطاتهم من وضع الكمامة وغيره. والجانب المهم أيضا واللي يقي فعلا من الوفيات، تعرفي كبار السن، الحوامل، مرضى القلب، مرضى اللي عندهم يعني داء سكري متقدم مع مضاعفات، غالبا بتصير وفياتهم بالشتاء أكثر بسبب انتانات شديدة من ضمن الإنفلونزا. فنحن بنعطي لقاح الإنفلونزا أو ما يسمى الباكس كريب أو غيره، في عنا عدة أنواع، وفي لقاح خاص أيضا للمكورات الثنائية الرئوية. هاي الأنواع من اللقاحات بعض المرضى مثلا مستأصل بحاله عنده مناعته أضعف، والمرضى الكبار بالسن، مرضى اللي عندهم الداء الرئوي الانسدادي المزمن، اللي عندهم توسع القصبات، اللي عندهم مثلا فرط قشع زائد بالشتاء وكذا، فاللقاح مفيد جدا وينصح بإعطائه بهالفترة. وهو هذا اللقاح سنوي، لأنه لقاح مبني على ذاكرة الموصول للإصابات اللي حدثت العام الماضي، فيعطى عادة بهالفترة، وعادة ما يعطى من حقن هالسنة هيكون ما هو فعال السنة الجاية. فأغلب المرضى ننصحهم من الشهر 9-10 لحد 11-12 يأخذوا الأبر، تقيون إن شاء الله فترة الشتاء لحد الربيع القادم. السنة الجاية بدون أيضا حقن من اللقاحات نفسها اللي تفضلتي بذكرها. نعم، أنا بدي أتشكرك دكتور لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم لوجودك معنا على هوا راديو روزانا. الدكتور عبد الحنان جوجة، مسؤول الرعاية الصحية بالرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما، شكرا لوجودك معنا مرة ثانية. شكرا لحضرتك ولأخوتنا بروزانا اللي بتيحونا الفرصة دائما للتواصل مع مرضاتنا، وإن شاء الله دائما نقدم المفيد والجديد بأي وقت. شكرا لك دكتور، يا أهلا. معاينة حكيم.